تعطيني ملك كما كنت عايش. هذاك باش حاجتي، هذاك اللي حاجتي بي. ما نمشي مع قاب عمري 76 عام باش نمشي نكون في بلاصه اخرى نمشي لبوفاش. ما نجمش. ما نجمش. يعني ولادي وكل كوال الناس اللي كيف هذاك يبارك ما نجمش تحرك ما نايم يمشي تعيشوا هكا ولا ما والله لا يكسبش بروطا. إذا كان أنا عندي 500 متر شابه مع أخويا باش نلزقوا في بعض، ذاك ما عندهاش بروطا في يسكن. شنو الحل؟ شنو الحل نتاعه؟ أنا تقريبا 1500 رقبة اللي تعيش في الساي تحرمهم أنت في المزامل نشريها نبيعوا، شكون يشريها مني؟ شكون ياخذ؟ هي البقرة تو ب 16 تجيب بعز بقرة في لين غدوة طابت مئات من البقرة تتباع. شنو قولك في هالكلام هذاك؟ سي المسؤول اعطيني باش يرد جوابه. هاني حاجتي يجوني يعني من يقلون يعطيني حل. مش الفرنساوي كاري 100,000 من الكتارات واني ملاك طول جدود جدودنا ما نتحرم منها. شو بيعطيني شو كباني؟ ما يعطيني شو كنت في نشير حويش؟ شو بيع الغابات ما تعطيناش عملها مراي ويعطيها كل الغابات في بلاصه اخرى تكسب 100 الكتارات هاني. يقول لي ما فين نعيش؟ فين مش نعيش؟ فين مش نمشي؟ أنا تو المتضررين بيني وبين اخواتي منهم هذاي هذا يسون هذا مولاه وراقنا مصحاح ترميه باش ياخذ الفلوس نتاع البحيره فباش كملنا الكتب. يعني حددتك عندنا تقريبا جاو في الخدمه بيني وبين اخواتي تقريبا 26 هكتار 26 هكتار وتاع معناها دون هذاي من فين مش نعيش اخويا؟ فين مش نمشي؟ يعني حاجتنا قلت لك يعوضون الارض يعطونا المراي في النار بصاينة. اعطيني ما عادش حاجتي بالبني مش نبني فيها يعني مش نعمل كيب نتاعني ونعيش في الغادي بساي فادي حلي مشكلة ساي